السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة لتقوية الشعر وملء الفراغات. معظم النساء يرغبن في شعر طويل وكثيف، ولكن اغلبهن انتقلن بعيدا عن العلاجات الطبيعية للعلاجات الكيميائية بحثا عن نتائج فورية. النتائج الفورية ليست الحل المناسب لشعر صحي. لقد رأينا وتعرفنا انه بعد مرور بعض الوقت ستتسبب في مشاكل كارثية للشعر، ومع ذلك هناك بعض العلاجات المنزلية الرخيصة من شأنها أن تساعد في تكثيف وتطويل الشعر بشكل فعال وسريع. بالنسبة للمكونات التي نحتاج في هذه الوصفة، نحتاج إلى حبة بصل من الحجم المتوسط، نحتاج إلى فصين من الثوم، كوبان من الماء، 3 ملاعق من السدر، ملعقتين من زيت الخروع، وملعقتين من زيت الزيتون. يمكنكم استعمال بدل زيت الزيتون زيت السمسم. بالنسبة لطريقة التحضير، نقوم بتقطيع البصل إلى 4 قطع بالقشر ونضعه في الماء. نقوم أيضا بتقطيع الثوم إلى فصين ونضعهم في الماء. نضع الخليط ليغلي فوق النار لمدة 10 دقائق. بعد غلي الخليط لمدة 10 دقائق، نقوم بتغطيته بقطعة من النايلون الشفاف لحبس البخار، ثم نتركه حتى يبرد. نقوم بإضافة زيت السمسم، زيت الخروع، وزيت الزيتون، ونقوم بمجه مع السدر. بعد ذلك نقوم بسكب الخليط ما بين الماء والبصل والثوم حتى الحصول على خليط بهذا الشكل. بعد الحصول على خليط او عجين شبيه بالحناء، نقوم بارتداء قفازات اليدين وفرد الخليط على الشعر بواسطة الفرشاة المستخدمة للحناء أو الصبغات. بعد مرور ساعة أو ساعتين من وضع الماسك على الشعر، نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر. نقوم بتجفيف الشعر بقطعة قماش نظيفة وناعمة. ملاحظة: بالنسبة للتخلص من رائحة الثوم المزعجة، يمكن استخدام الشامبوهات المعطرة يوميا وستختفي الرائحة مع مرور الوقت. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه الوصفة. شكرا على تتبعكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو، ما عليكم فقط عمل جيم لهذا الفيديو وبارتاج ليستفيد منه الجميع. يمكنكم الاشتراك في القناة للتوصل في جديد القناة، وذلك بالضغط على زر أبوني. شكرا على تتبعكم. للمزيد من الوصفات زوروا الموقعين chefmariam.com، أيضا موقع chiwati.com. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم وحلقة قادمة بإذن الله.